الصين كانها بلدهم مش بلدنا. الواحد بيكره يصحى ويبتدي يومه، بكره اشوف الشمس طالعه من تاني على المناظر دي. بركه البشوات بتوعنا يا سيدي عجبهم الحال. وهتحرقوا على البلد ليه؟ الاطيان في امان والعبيد بيشتغلوا في الارض والفلوس بالكوم. عزبه يا سيدي ورثها لهم محمد علي. وهنعمل ايه؟ نقاوم يا اخي، نطالب بحقوقنا، نثور لكرامتنا. بلدك تحت الحمايه وهتفضل تحت الحمايه، ما انتش اقوى من المانيا يا سفهم. نبقى نموت احسن ما نعيش عبيد. انت بتقول كلام يودي المشتاق زي بعضه. شجره الحريه لا تروى الا بالدماء. اسمع، ما تمشيش بعد المحاضره الاولى، انا عاوزك. انت مش عاجبني يا ابراهيم. يا اخي يمكن عاجبك بس استناني. ابراهيم من مده بيكلمنا عنك وعن حماسك. يعني صحيح قابلتوني عضو في الجمعيه؟ ده قرار جه بعد مراقبه دقيقه واقتناع. الجمعيات السريه ما بتقبلش اي واحد. انت لازم فهمي. هو ده اللي كنت خايف يكون عضو طريقي؟ ابدا يا ابني، ده راجل وماله هدومه. الله يباركك يا ابني. اشكرك. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، وبكتابه الكريم، وبكتابه الكريم، أن أكون أمينا لمبادئ الجمعية، أن أكون أمينا لمبادئ الجمعية، مخلصا لوطني، مخلصا لوطني، مستعدا في كل وقت أن أفديه بحياتي، مستعدا في كل وقت أن أفديه بحياتي. مساء الخير يا رجال. مساء الفل يا سيد. اما انا بقى حيش لك شويه قشطه، انما بالهنا والشفا. تشكر يا حسن. ابعتهم دلوقتي على البيت. صباح رباح، تصبحوا على خير. انت من الاخر. مالك يا ابو ياسين؟ متضايق من حاجه؟ كل ما بشوف الانجليز زي الجراد في الشوارع دمي بيتقلب. ربنا يزحهم من عندنا يا رب. 3 سنين على دي الكرب. ربنا ينصر الترك ويكسبهم الحرب يا رب. اعوذ بالله. لكن اقول لك، ما دام الالمان معاهم ربنا ينصرهم زي بعض. اسكت يا سي السيد. مش البرنس احمد فؤاد خلاص هيعملوه سلطان؟ هم الانجليز اندلوه وسلطنوه. الموكب بتاعه طالع النهارده من قصر البستان رايح على قصر عابدين. واتفرجت على الموكب يا سي السيد؟ انا؟ اعوذ بالله، تشفي من بقك يا شيخ. اقول امير كمال ابن
ان سلطان حسين طلع اجدع منه. رفض العرش تحت حمايه انجليزي. امال نفسه عزيزه نهايته فضينا من دي سيره. على رايك اجيب لك العشاء يا سيد. مش هتكبري ابدا يا امينه، هتفضلي صغيره على طول. طول ما انا في عزك يا سي السيد مش هكبر ابدا. كده اهو. وانا كمان كمان قوم نام في سريرك يا ابن الوطن. قوم. انا قلت ينام في سريره يعني ينام في سريره. نسي يا سي السيد برضو عايز. طول ما بتسمعيه انه عيل عمره ما هيسترجل ابدا. معلش امرك يا سي السيد، بس انت ما تزعلش روحك ابدا. فاهم؟ عينينا ام فاهم. خدمتك يا سيد. بالنبي حبيبك يا عيسى يبعت لك يا اختي ابن الحلال اللي يهنيكي ويسعد قلبك. يا اخي ده اهدى يا ام حنفي. ليه يا اختي كف الله الشر؟ ابعد خديك اختي الاول. يا مكاره علشان توسع لك السكه. لا يا اختي ربنا يسعدها كمان بابن الحلال اللي يسعد قلبها وانت وراها كده على طول. اللهم وفقهم يا ولادي. اللهم نجح ما قصدك يا فهمي يا ابني. يا ارحم الراحمين. إنك أنت الغفور الرحيم. الله أكبر. عيب أبوك يشوفك. صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا بابا. صباح الخير يا بابا. سيد قبل ايش؟ صحة وعافية على بدن. أخبار السياسة إيه حضرة الأبوكات؟ الله يا بابا الرقيب شال كلام كتير أول النهاردة. بيبقى الإنجليز تعبانين. ده ضروري غليون ضايح فيهم. أمال وهم الإنجليز هيقدروا على بتوع جبلن؟ اسكت أنت أبو شخة. شربك خط في وشك وعايز تنام في حضن أمك. جاتك البلد. اتحضر اللقمة. قول لنفسك يا أخي. بقيت زي البغل من كتر الحشد. اللي يشوفك كده يقول يا ما هنا يا ما هناك. وزير المعارف وانت حتة كاتب في مدرسة النحاسين. والله يا بابا انا تحت ايدي ستة زي حضرتك كده. ايه لا قصدي اقول يعني ست رجالة مالوا هدومهم. كل واحد فيهم بيقبض جنيه ونص في الشهر. ربنا يكرمه ويبقى باش كاتب الحكومة بحاله. ربنا يكبر بخاطرك يا مرات ابويا. يا اخي اشرب. اسقي يا بنت. عامل ايه في المذاكر؟ ما انا بعرف انام، ده طول الليل مولع النور. ايوه فاهم يا ابني. سيبك من السياسه والتفت لمذاكرتك. لما تبقى قاضي ولا ابوكاتو ابقى اعمل زي ما انت عايز. ها؟ يا ابني جدعان امال على مهلك على مهلك على اقل من مهلك.
ميه يا بنتي خشي، لا يفتكرونا بنبص على رجالتهم. يا صباح النور. يا فندم احمد، يا دايما لوكا كده. حبيبي يا فندم، سلام عليكم. يا بوش، يعني يعني يا ست عائشه، كمان والنبي يا ست قمر. خضيتيني يا خديجه يا اختي. خضيتك حكم مع الهلوش، لكن هتكلم اقول ايه؟ مش انت اللي عليك العين؟ طب علشان احلى منك، خش يا اختي اجري غنيل، اجري غنيل، وكفايه عليا انا رزعت البيت، اكنس واطبخ وامسح واغسل. يعني على بختك المايل يا خديجة. جرى ايه يا ست خديجة؟ وما انت مالك عمالة من الصبح تقول يا شر الشر يا اختي؟ سكت يا اختي، انكتمت اهو. اجري يا اختي، اجري تغندري له وتسوقي له وشوفي كيفك على الاخر. بس احب افهمك حاجة يا ست عيشة، حطي عقلك في راسك عشان تعرفي خلاصك. السيد احمد عبد الجواد لا مستحيل ابدا يجوز الصغيرة قبل الكبير. مش انا وحشة، لكن بكرة تشوف. هو انا كنت عملتلك حاجة ولا كنت عملتلك حاجة يعني؟ يا اختي كانت خوت، امال مرزوعة جنب الشباك تعملي ايه؟ ها؟ مش عشان خاطر طبعا اللي عليه العين. يا ابو الشريط الاحمر يا قلبي، تعالى يا سعد الجواد شوف بنتك واللي بتعمله بنتك. تعالى يا راجل يا دغري يا اسد يا اللي زي السيف، تعالى يا اللي الدنيا كلها بتحلف بحياتك. بس اسمع ما اقولك، المناورات اللي بتعمليها مش هترجع اللي كان. خلاص يا سي السيد، جليلة دلوقتي بقت كخة يا سي السيد، تخونك الأيام والليالي. مش أنا برضو جليلة اللي بتدوب في كعب شبشبي؟ أنت كمان كنت بتدوبي في نعل الجزم. أنا ما اتغيرتش. أنا مش خلاص طفينا الحساب وافترقنا؟ نتلم تاني. يفتح حل دهدي. هو أنا جاي أشحت منك ولا إيه؟ عيب، وطي صوتك، إحنا في المحل. خلاص مستنياك الليل. كان زمان. كرهت يا سي السيد ولا خدت غيتك وخلاص؟ كل واحد بياخد نصيبه يا جليل. طب والنبي ومن نبى النبي نبي، وحياة دول إن ما خليتك تسحب على ركبك وتقول حدرجة بدرجة، ما باش أنا جليلة العالمة. الله يعافيك يا سلطان. دستور يا سيادي، عيداني عيداني واللي عليكي سوداني. قربي قربي، واللي عليكي مغربي. تلبشتي ليه يا صغير؟ اشتتن اشتوك. خفتي يا كتكوت؟ فشلتي يا بنت، ده انا جليله. وانا يا اختي بيتا. يا جماعه ما يصحش كده، اتفضلي يا سلطانه، كرسي هذا جميل. حاضر يا معلم. قال يا ناجي الخير، بكره ادو زماني من زمان غيري. السلام. يلا يلا يلا. يا اهلا وسهلا يا هله الانوار. ايه الكرامات دي كلها؟ مش كنت تدينا خبر يا ست عشان نفرش لك الارض رمل؟ رمل ايه يا ابو غفل؟ قول ورد، ياسمين، تمر، حنه. اجيب لك ايه يا جميل؟ شربات، خشاف، اذبح لك عجل. قدها ودود يا تنتين. في الحقيقه انا ما كنتش قصدك، انما بقى جلجل شكر لي قوي في المحل بتاعك. المحل وصاحب المحل تحت امرك. السيد احمد راجل كريم قوي يا ستي. بيقولوا كده. جربي، قال عند الامتحان يكرم المرء او يهان. تبنا الى الله. كلام
كلامك حلو قوي يا سي. أول مرة تقول الكلمة دي يا ستي. أنت خدت قطار يا سي؟ أنت بتشافش بلاي يا سي. أصلي قد لابس حجاب القبول. أموري طلباتك يا سلطان. طلباتي يا سيدي عايزين رز. أيوة. وشوية سكر. شوية شاي. وحبة صابون واللازم منه يعني. تحت أمرك. يا جميل. نعم يا معلم. شوف طلبات سلطانة هاي. من عينيا يا معلم. مشتاق قوي يا سلطان. لكن أعمل إيه لبخت؟ البركة في السيد خليل اللي متهني. النبي ما تجيب لي سيرته. ليه لا سمح الله؟ كل شيء بينا أنت. كده؟ الحمد لله من زمان. ودلوقتي لوحدي. يعني مفيش وليس ولا جليس. يا واد يا جلجل. يا نعم. خدت البضاعة؟ أيوة خدت. حسابك كام بقى يا سيستاي؟ الحساب واصل. من إمتى يا سيستاي؟ من ساعة ما حصل. تبنا إلى الله. خليتك بعافية يا سيستاي. الله يعافيك يا سلطان. مع السلامة. يا أرض احفظي ما عليك. البضاعة دي اللي ما اندفعش تمنها هنقيدها ايه في الدفتر؟ قايد عندي. حاضر يا معلم. بضاعة اتلافها الهوى. أحب المشمي. تبارك الخناق العظيم. عينك يا راجل. عين الحسود فيها عود. مالحة في عيني وعين اللي خلفوه. أحب المشمي. إيدك يا بتاع جليلة. ده كان زمان. ملتاح الخلاف. إيه؟ زهقت من الشغل؟ بس ما عم أقولك. أنا ما بحبش النميم. وبيني وبينك الدهن في العتاقي. طب وجاي للزغاليل ليه؟ ما تروح للعتاقي تاني. استطعم وغاش. ما تخليكي معايا يا بار. اصل انا راجل اكيل وبفهم في كل صنف. يا اختي يا اختي يا اختي. واعمل لي شيء. ما بلاش ملاوي وعضاقه وتيجي للدهن. على ايه؟ على الفرح. فرح مين؟ فرحنا. يا لهوي يا لهوي. يا راجل يا قارح. بقى بتلوميني علشان عايز اخش دنيا؟ وعايز تدخلها امتى؟ في الليلة. دلوقت. وفين؟ هنا. ولا احنا مش قد المقام؟ اصل انا احب الصراحة. ده انت سيد الرجالة كلهم. ايه بقى اتفقنا؟ وادي مقدم الصدارة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اللهم ارحمنا. اللهم ارحمنا.
الله لا اله الا الله حرم الشيخ رواحوا انتوا، أنا هتغدى عند السيد عفة. ما تنساش ميعاد الليلة يا فندم. حاضر. السلام عليكم. أنت رايح فين؟ رايح الشغل. شغل؟ شغل إيه النهاردة الجمعة؟ والحسنة فيها حلال. هنيالك يا فاعل الخير. خد. أنا عاوزك في مسألة خطيرة. يا أخويا سيبني، خلينا ألقط رزقي. اصل في جمعيه سريه كونت ضد الانجليز، احنا لازم نطلعهم من بلدنا بالنار والدم. دمك شربات. احنا بندور على ابطال فدائيين. انا تحت امرك. ما انا كمان رشحتك. رشحتني فين؟ عضو في الجمعيه السريه. جمعيه ايه؟ الجمعيه اللي هتقاوم الانجليز. لا يا عم، هو انا مستغنى عن روحي؟ انت عايز ابوك يهد علينا البيت؟ ابويا؟ وابويا شعرفه. ابوك يعرف الجن الازرق. اسمع، بلاش لعب العيال ده، دور على مستقبلك وخليني اشوف مستقبلي. السلام عليكم. حسني، السلام عليكم. مالك؟ يا مؤاخذة يا فهمي، أصل متنكد أوي. متنكد؟ ليه؟ أبويا. مالك؟ إيه سلامتك يا عم فوري، مالك؟ الله يسلمك يا ابني. العسكر مستورها. اتنين عسكر امبارح سكرانين، خطفوا مني المحفظة. ولما جريت وراهم وزعقت قفشوني وفين وجعك. معلش يا عم فولي، ربنا موجود. بس يا ابن الدلوع مش قادر امسها. ما ده يخلص من ربنا؟ ليه انت رب هنصبر على الذل اللي احنا فيه ده؟ نصبر؟ نصبر ليه يا حسني؟ اسمع حسني، انت صحيح بتكره الانجليز؟ امال يعني بحبهم يا فهمي؟ ومؤمن ببلدك وحقها في الاستقلال؟ ده انا ابيع روحي علشان بلدي. يعني لو جاتلك الفرصة انك تنضم الجمعية السرية كل غرضها انها تطرد الانجليز من مصر، توافق؟ ايه اللي وافق دي؟ اعملوا معروف جربوني يا ستاه. وطي صوتك، ده الشرط الاساسي للعضو انه لازم يكون هادي وراسي وتقيل. لا ده انا تقيل قوي يا ستاه، ده انا راسي قوي والله، ده انا عجيبك قوي يا ستاه. جربوني اعملوا معروف كده يا حسني. طبعا اذنك دلوقتي. مع السلامة يا ستاه. الله يسلمك. السلام عليكم. انا في حجرتي والكبش في الحقل وهو لا يقدر أن يدخل عندي. أنا في الحجرة والكبش في الحقل وهو لا يقدر أن على بقى أسمع لك أما أشوفك حافظ ولا بس غلبة؟ حافظ مية، إن كنت شاطر توقعني. طب تعرف تشتهج حب؟ حب حضم حو بضمتين بن. لا 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 لا، انا عايز حروف مش عايز كمان. انت عايز اقول لك حب، انت تقول لي حاه به دب. حاه به. اشتهج قلب. قلب الا قلب دي كمان قاف ولام به. جدع كمال. طب تعرف تشتهج مشتاق؟ لا لا يا عم، دي صعبه عليا. لا لا يا كمال، دي كلمه مهمه قوي لازم تكون حافظها. مشتاق. طيب مشتاق. ميم واو شين. واو ما فيهاش واو. مش مو. لا ميم واو. ميم على طول. ميم شين. طب زي بعض. ميم شين ت الف قاف. كمان والنبي ناولني المشي. اسمع يا كمان. نعم. تعرف تستهج شبكه؟ شين وبه وكاف. شاطر. كمال لو عرفت تستهج خ ط ب انا هبقى اجيب لك هبه ملاك. خ وت و ب. ت ايه يا بليه؟ حد يغلط في الكلمه الحلوه دي؟ ايوه يا كمال. خش يبقى لسه بدري عليه. يوه ده انتوا عدمتوني الجاي، انا نازل بقى. زوروني كل سنه.
تعالي عايزك في كلمه سر. تعالي تعالي بس اقعدي خير ان شاء الله. اقعدي اقعدي الاول. شوفي يا ستي تمام سيبنا لوحدينا شويه. ويا في حاجه بتستخبى عليا؟ طب والله والله ما انا مش هاجه تاني. طب يلا زوروني. بقولك يلا. طيب باختصار بقى يا ستي أي. عايزك تتوسطي لي عند بابا علشان اشبك مريم. مريم؟ اه يا نينا. ايه مالها مش عاجباكي؟ لا يا ابني مريم ما تتعيبش، مريم حلوه ومؤدبه وبنت ناس، بس انت عارف يا فهمي يا ابني ابوك صعب قوي، وانا خايفه يعني يقول لك لسه بدري. ما هو البركه فيك يا نينا بقى انك انت اللي تقنعيه. وحياتي يا نينا عندي وحياه معزتي عندك يا ابني. انا مش متاخره ابدا والله، ما انا عارفه بس افتح له سيره زي دي ازاي كده. هو انا اقول لك تقولي له خطوبه بس دلوقتي إيه؟ وبعدين الجواز لما نتخرج. ايه رايك؟ حاضر حبيبتي يا نينا. اقول له يا دنا ما تحرمش منك ابدا. اصلا يا نينا بقى بجد بقى انا بحب مريم، بحبها قوي قوي يا نينا الصراحه. اكتر من كده بقى بس يا ابني وطي حسك. الحيطان ده عودان. يا واد عايز ايه؟ يا واد ابعد عن ودني يا واد. هقول لك كلمه بس. قول. ايه يا واد اللي انت بتقوله ده؟ انت اتجننت؟ والنبي زي ما بقول لك كده. زي ما بتقول لي؟ اه. يا ده المصيبه. بنتي يا عائشه انت يا ابو الشريط الاحمر الحريري الحريري. في ايه؟ رحنا في داهيه. في داهيه؟ تعالي يا اختي الحقي. الحقي. حصل ايه؟ جارت الهانه لايفه على اخوكي فهمي. مريم. وعايز يخطبها. عايز يخطبها يا اختي يخطبها. ونينا يخلصها يقع برضه الوقعه دي. وهي نينا يا اختي تقدر على زعل؟ فهمي بكره يبقى قاضي والست مريم بنت رضوان تبقى مرات القاضي. فتك وكفه يا فهمي. طب استنى واختشي على دمك لما اخواتك البنات يتجوزوا. بس ايه؟ مفيش حد هيقدر يقف قصاده غير ياسين. يلا يا اسطى. نانيا غسيل. انت هاجي كده رايح على فين؟ رايح اقابل محمد افندي فتح الباب قبل ما يقفل. فتح الباب ده بيبيع ايه؟ ده مدرس عندنا مدرسه. شغلت قبل ما يقفل؟ قصدي قبل ما ينزل. السلام عليكم. تعال هنا. نعم. اقعد. بس يعني اقعد. حاضر. سمعت اخر الاخبار؟ اخبار ايه؟ امك ماتت؟ هتتجوز تاني؟ لا التالت. هي لحقت تقعد مع الامباشا؟ زهقت من الميري. المرة دي حط عينها على واد صاحب مخبز اسمه يعقوب. عيل من دورة. وبعدين بقى مع الولية دي هي ما بتشبعش رجالة؟ على العموم احنا سقطناها من حسابنا. مهما كان اسمها امي. كل اللي بتعمله ده على حساب سمعتي وكرامتي. اعمل فيها ايه؟ دليني يابا. روح قابلها. بعد 12 سنة؟ مين عارف؟ يمكن لما تشوفك راجل قدامها تحس وتختشي على عرضها. يعني ده رأي حضرتك؟ ده الرأي الصواب. كلها كفايه فضايح. وهو كذلك. رايح من هنا على فين؟ رايح له. بس سكه قدامك اهي. طيب حاضر حاضر. سيبتك هنا؟ حضرتك مين؟ قولي لها واحد. حاضر. ستي. نعم. في واحد عاوزك بره. ما قالكيش مين؟ معرفوش. مين؟ ياسين؟ ابن ياسين؟ ابني يا حبيبي يا بنا يا حبيبي يا ابني يا ابني كده يا ياسين
12 سنة ما شفتكش برضو يا سين. يعني انت فاضيه لي؟ يا ما ده انا اترجيتك وانت ما سألتش فيا. اسم الله عليك، اسم النبي حرصك وصينك. لكن خلاص، ما دام جيت يا ضنايا سامح. اسم الله عليك يا اخوي، اسم النبي حرصك وصينك، بقيت راجل يا ياسين. بقى حضرتك ناوية تتجوزي؟ ها؟ هو ده اللي جابك؟ اعمل ايه؟ اللي يرميك على المر. يعني جاي مليان. ابوك ماله؟ ابويا اشرف منك، ما تجيبيه سيرته على لسانك. وايه العيب في اني اتجوزت؟ اشمعنى هو اتجوز؟ ولا عشان حكم عليا بالطلاق عيش أرملة من 20 سنة فاتوا؟ ما سألتش أبوك طلقني ليه؟ علشان ما كنتش بسكت له لما بيشتمني، ما كنتش ببوس الإيد اللي بيلطشني بيها، لما طردني ما زحفتش على ركبي وترجيته علشان يرجعني تاني. تترجي؟ تترجي إزاي؟ ده الرجالة هم اللي لازم يتذللولك. جوازة كل سنة والتانية. ذنبي هو اللي غلطان. لو كان رجعني كنت عشت تحت جناحه وبقيت ام اولادي. انا كل واحد بيتجوزني بيشيل في نفسه ويعرف اني كنت ملك واحد تاني غيره. حتى انت كمان يا ياسين بتحسبني على ميلة بخت يا ابني. أنا جاي أقول لك كفاية، اتلمي، بلاش الفران اللي من سني ولا يمكن أصغر. أنا مستعد أعيش معاك. شفتك من يومين. خلاص يا ابني، كتبنا الكتاب. انا كان لازم افهم مش ممكن تتصلحي. انا مش ممكن انسى ابدا الفكهاني اللي كان بيجي هنا وهو مش جوزي. مش ممكن انسى ابدا لما كنت بتبعتيني له عشان يشرب. غرقتيني في العار من طفولتي لشبابي. ربنا يحفظك ويحمي منك. خلاص امك اتجوزت؟ ايوه. مبروك. عقبال التاني. وانت يا سيزفت، ايه اللي خلاك تفكر في ماري؟ شفتها فين؟ انت بتبص على بنات الجيران يا واد؟ معاذ الله يا شساي، ده انا فاهم ابني مقدم، ده عمره حتى ما رفع عينه على جيران ابدا. اخرس انت. قول لي، تكونش فاهم انك بقيت ابوكاتو بحق وحقيقي؟ ده انت قاعد لسه لحد الوقت بتمدلي ايدك. ربنا يخليك لنا ويطول لنا في عمرك يا شساي. وهتعمل ايه؟ ما يحرموش لا منك ولا من خيرك. هتعمل ايه يا واد؟ هتسيب المدرسة وتشتغل عرض حلقة عشان توكلها؟ لا يا سيساي، ده هيفضل في مدرسته غاية ما هناك انه يكون. انتوا بتستغفلوني. معاذ الله يا سيساي، دي الكلمة كلمتك والشورى شورى. انا مش عايز اسمع السيرة دي تاني. حاضر. تقوم؟ حاضر. انت غلطان يا واد. ايوه. التفت لمدرستك وما تبصش لبنات الجيران. جاتكم البلا، ما حاولكوش الا المشاكل. مع الف سلامه يا سيسي، من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد الحسد. خش خش يا كمال. اهلا 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 يا كمال. خش ما تخافش حبيبي. اهلا يا كمال. اخويا فهمي بيقول لك. بيقول ايه يا حبيبي؟ بيقول لك
بيقول على الشبكة؟ ما فيش شبكة، أبويا مش موافق. ودايب في دباديب شبشب. طب اوعى من سكتي. لو النبي رجلي على رجلك. اختك على فين؟ مطرح ما يعجبك. بالنهار. وماله؟ لا يا اخويا، هو انا وشي ذلك؟ امال امتى؟ استناني على القهوه بالليل. ولما تشوف منديل ابيض متعلق في التراسيله ادخل على طول. البيت؟ ايوه. ايه خايف؟ مين ده؟ ده انا فوت في الحديد. الله، احبك يا ابيض. يا سلام سلم، يا سلام سلم.
انت كده؟ يا سلام، ده منشور يهز الحجر، كلام من نار. حضرتك اللي كاتبه يا استاذ. انا اروح فين في البلاغه دي؟ ده جاي من فوق. يا سلام، انا كل ما اطلع اي بيت يسالوني قبل ما ياخدوا الكلام. مفيش حاجه جديده يا بنحس، ارد عليهم واقول لهم يا سلام لبن فيه، امال طبعا فيه منشورات زي الحديد، امال كله منشورات. سوداني لذيذ، المنشورات السخنه. هو محدش يتصور ابدا انك انت صح، ولا حد من المخبرين بتاع القلم السياسي يجي باله ابدا ان اعلانات تياترو كشكش وصالة توحيدة محشية عجمية. الحبس اسمعوا يا جماعة، انا بقول مفيش داعي تخرجوا كلكم مرة واحدة. معقول؟ طب اسمحوا لي، انا مش الاول، انا الاول، لان لازم اكون في البيت قبل ابويا ما يرجع. وربنا معاك يا فهمي. شكرا. مش حضرتك فهمي عبد الجواد؟ ايوه يا فندم. انا محمد كامل ضابط الجماليه. تشرفنا يا فندم. انت طالب حقوق مش كده؟ ايوه. انا اصلي مده بعمل تحريات. مالك؟ انت عيان؟ لا ابدا. عنك عنك يا انت الظهر مليها كتب قانون. شو بقى يا سيدي، انا عرفت من تحرياتي عنكم كل الصفات الكويسة، وعرفت ان لكم اختين، الكبيرة خديجة والصغيرة عائشة، وانا عاوز اتجوز عائشة. طب هات الشنطة بقى يا اخي، ده انت نشفت دمي. في منع لو تقدم لخطوبتها؟ لا ابدا ابدا. يعني ده شرف كبير جدا يا فندم، انا هفوت على سيادتك فأقرب فرصة. انا سعيد جدا 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 سعيد، انا سعيد جدا جدا متشكر. السلام عليكم. وحضرته عارف منين ان انا عندي بنت اسمها عائشة؟ واشمعنى عائشة كده بالاسم؟ يمكن عين وقعت عليها. بناتك بيستغفلوك وبيطلوا من الشباك. ابدا والنبي يا سيسي، ده بيتك اشرف بيت. انا بقول يعني يمكن يكون حد كده دلوا عليه. لا يا ست، انا ما عنديش نقاوه. اللي جاي يناسبني لازم يعرف انه جاي يناسب عبد الجواد وبس. معلوم يا بابا. انا اللي اقول له ياخد مين؟ طبعا طبعا. وانت يا خايب زي قبلت انه يقول لك عيشة كده بالاسم؟ يمكن كمان قال لك انها دخلت مزاجه. ها انت راجل، انت عندك نخوة؟ انا كنت فاكر ان انا خلفت رجالة، لكن يا خسارة خلفتي كلها بنات. فو يا ابو الشريف مالك يا اختي قاعدة مقهورة قوي كده ليه؟ طب ما هو طبعا ابوكي معاه حق، ازاي يطلب عيشة بالاسم مع ان لازم لازم الكبيرة تتجوز الاول؟ الكبيرة يا ابو الشريط الاحمر قال لي اثرتني ارحم. الله عيشة، انت خدتي على خاطرك مني يا اختي؟ يقطعني. طب وحياة النعمة يا عيشة، انا كان قصدي اضحكك. يا ده النصيبة، يا ريتني ما اتكلمت، يا ريتني اقدر اعمل لك حاجة يا عيشة، يا ريت اقدر اروح لابوكي واقول له ان ده ظلم. انا اللي هقول انه ده ظلم واستبداد، اصله مش لاقي حد يقدر يقف في وشه. طب والنبي اجري اتلقح انت وشخر اجري. طيب انا هوريكوا دلوقتي ازاي هقدر اقف قدامه. عارفين يعني ايه قدامه؟ بكره تشوف. من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد، من شر النفاثات في العقد.
ومن شر حاسد. أجي يا أبو حسن. كفاية فاهم. أنتوا هتزفوني على إيه؟ وأنا رايح الحجاز. تروح وترجع بالسلامة يا تستاذ، ويجعل في وشك وهرة وفحنك بسكرة يا رب. إلهي وأنت جاي يفتح لك الأبواب المقفولة يا تستاذ ويغنمك السلامة يا رب. مش عايزة حاجة من بورسعيد؟ عايزة سلامتك يا تستاذ. مش عايز واحدة منكم طفرها يبان، ها؟ ولا أثمر الشباك؟ اللي تشوفه يا بابا، أمرك يا بابا. تروح وترجع بالسلامة يا ستاج. نينا عيشة خديجة كمان. إيه إيه سبع أيام حرية كاملة فلتاح يا بورسعيد. نينا تعمل. تعالي يا مراد ابويا، تعالي اسمع بقى. ايه؟ انت تنتهز الفرصه وتاخدي حريتك. ايه؟ اخد حريتي؟ ايوه والنبي يا نينا تخرجي تشوفي الدنيا. اخرج؟ لا يا ولاد لا. اخرج من غير اذنه؟ ده حتى وابوكو غايب، لازم تعملوا حسابه اكتر ما يكون موجود. ده انا عمري حتى ما خرجت الا رجلي على رجلي. ايوه وراكبه عربيه حنطور. طب ده انا بيتهيألي انك لو خرجتي لوحدك يا نينا ومشيتي خطوتين هتتشنكلي ويمكن تتوه. وانا رحت فين؟ تيجي يا نينا اوديكي سيدنا الحسين. يا كمان والنبي يا نينا تشوفي السكه الجديده وتدعيلي في الحسين. ده انت بقالك 40 سنه عايشه في الحسين وما شفتهوش. الله يا حسين نظره. عيب يا ياسين يا ابني. عيب ده ايه؟ ده لو خد خبر كان يخلص عليا. ومين اللي هيقول له؟ مين اللي هيجيله خبر؟ محدش يعني يقول له. لا لا يا يعني مين مش حد قال له. هقول له يعني بقى اروح ازور الحسين. والنبي ده انا حتى نفسي ازوره واتملى بيه. وكده جيالك يا سيدي يا حسين جيالك. انت دعتني وانا جيالك يا سيدي يا حسين. ما جاب ما احملاش يا عمي. لعليك يا روح لعليك يا باب. قد حمادك يا بنت يا جدع. قدم حبادك في الشارع يا غدا. قدم حبادك في الشارع يا غدا. نينا نينا معاك. نينا هو ده وقته يا كمال. احنا رايحين نتفسح يا نينا. يا ضنايا احنا رايحين نزور سيدنا الحسين ونرجع على طول. ربنا يستر يا كمال. هنا الدور. هو شنخ بسيط في الركبه مفيش خوف. بس يلزمها راحه اسبوعين على الاقل. من هنا. مع السلامه. اسبوعين يا ست السودا. يا ولاد هقول ايه لابوكو دلوقتي لما يرجع من السفر؟ ايه هقول له كده ان انا خرجت من غير اذنك؟ ده كان يخلص عليا. انتوا السبب، انتوا السبب، انتوا اللي فضلتوا تقولوا لي اخرجي يا نانا اتفسحي يا نانا. بس ولا كلمه. انا اتكسحت اهي. خلاص. ايه؟ انت كنت نازله على السلم رجليك اتزحلقت. يا سلام. هو فاهم عليك يا سينو على افكارك النيره. هو سامعين كانت نازله من على السلم رجليها اتزحلقت. بس خلي بالك يا واد يا مقصوف في الرقبه. انت حكيم انا عارفاك. قولي لنفسك. وانت يا نانا اوعي لسانك يفلس. اوعي. كانت نازله على السلم رجليها اتزحلقت. حلك عليا شويه. اصل انا يعني انت مش راجل. ده انا راجل ونص. الله على وشك يبان يا مدغ اللي بان. بقى يا راجل اروح اوضب الشرب والمز ارجع عليك. هرب. اعذريني يا زنوبه انا بصيت لقيت دم هرب وجدتي تلبشك. يا دكتور يا سيادي. ليه يا اخوي عليك اسياد ولا عليك اسياد؟ عليا عفريت ابن جنيه. وكنت فين من يوميها يا سبع البرون؟ كان لسه راكبني العفريت. حابس 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 حابس. دكتور كل ما هوب ناحيه البيت يتهيأ انه مسكون. ربنا يجعل كلامنا خفيف عليك. مين العفريت؟ اروح افتح ولا ارجع عليك يا راب؟ لا النهارده انا مطمن قوي. فلتاح يا بورسعيد. احبك يا ابيض. ايوه كده. ايوه يا فين الشوق؟ لا قوليلي
هترجع امتى؟ بكرة من غير شر. بكرة؟ إن شاء الله. عاش. طيب ما تفرجيني على أوضتك. ما عبش يوم يا سي السيد. ما عيب إلا العيب. أحب المشي. في حد عندك ولا إيه؟ حد؟ لا حد ولا سبت. حبيبي. طيب ما استريح في اوضتك شوي. بيتك ومطرحك يا سي سامي. الا قولي لي عندك شرب ولا ابعت الواد يجيب؟ الدولاب مليان من خيرك يا سي سامي. اموت في الحماوي. ايه بحر بيضحك ليه؟ تعالي معايا. على فين؟ نعتالي العرس. البحر بيضحك ليك وانا نازله. ما تطلعي امال. يا ندمتي. حلوه قوي من بوقك دي زي الشاي. قوليها تاني. طيب يا سي سيد، هو انا وشي ذلك؟ ما هو لابد من ما ليس منه بد. طيب يا سي سيد، عند صاحبتك تبقى خالتي. وماله؟ أنا بيبقى زيتنا في دقيقنا. حد يخش علينا تبقى فضيحة. ولا يهمك. أنا عيني بترف، ولما عيني بترف هنفخ خالي. خليها بالليل. طب احلفي. وحياتك يا سي السيد، احنا طيب. خدامين. طيب بقى وضبي لنا شوية مزة كده على مزاجك. على عيني. البحر بيضحك ليه وانا نازلة دلع على القمحة. البحر بيضحك. مع السلامة. الله يسلمك يا جميل. البحر يا روحي على صوتي وعلى جمالي يا بنت يا حلوة انت يا روحي يا روحي. ينيلك راب. عيشة خديجة كمان فهمي. عيشة خديجة كمان فهمي. عيشة هنا. عيشة كمان. ها إيه 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 إيه؟ الكابوس وصل. كابوس بابا. بابا جه. نينا اوعي تنسي. اوعي تنسي يا نينا. خليك نازله من على السلم. حصل لك ايه؟ حاول تطمني. حصل ايه وانت نازله من على السلم؟ وانا نازله من على السلم. حصل لك ايه؟ رحت واقعه. ايوه راحت رجلي متنيه. يلا يا خديجه. يلا 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 قومي. يا نينا يا نينا. انا نازله من على السلم رحت واقعه راحت رجلي متنيه تحتي. اقول له لا هو انا عبيطه؟ سمع السلامه من بورسعيد يا بابا. الله. امال امكم فين يا ولاد؟ في السرير يا بابا. في السرير. ليه؟ اصلها رجليها استحلقت. ايوه ايوه. لا 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 لا. جبت دكتور. تعال. خليكي مستريح. الحمد لله على السلامة يا سي السيد. إلهي ما يرقدك جيت الأرض. وإيه اللي مرقدك يا أمين؟ أصل الحكاية يا سي السيد رجلي. مال؟ رجلي متعورة. متعورة؟ متعورة من إيه؟ أصل الحكاية يا سي السيد. انطعي. السوارس صدمتني. سوارس؟ أنا غلطت يا سي السيد. سيدنا الحسين دعاني قمت لبيت وانا راجع المقطر حصل. يعني خرجت يا امينه؟ ايوه يا سي السيد. يعني بتستغفليني وتخرجي من غير امر؟ ابدا يا سي السيد، ده اول مره وحياه الحسين يا سي السيد. اخرسي. يعني ما تزحلقتش من السلم ها؟ اخرس تبوح. لما تخفي وتقدري تمشي على رجليكي
تلمي هدومك وعلى امك. حلفتك بالحسين يا سي السيد. ايوه ما راسي السيد. سامحني المره دي بس يا سي السيد. اصلا انا ما خلفتش رجاله. اول ما خلفتش رجاله يا امين. علشان خاطر يصلح لنا. بحق جت الجد بقى ياسين، انت اولى لانك اكبرنا سنا. لا انت اللي اولى، على الاقل انت ابنها. لا 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 لا، انت راجل موظف كبير قد الدنيا وهو بيحترم كلامك قوي. وانت راجل ابوكاتو كبير، تقدر تترافع وتكسب القضيه احسن مني. يا سلام يا اخي على حب البقاء. طب ثلاثه بالله العظيم ثلاثه، انت خايف على طب ثلاثه بالله العظيم ثلاثه، انا خايف عليك انت. انا خايف يحش رقبتنا احنا الاثنين. على العموم انا بقول ان البنات ممكن يحننوا قلبه اكتر. مش احنا بس اللي بنات يا سياسيه. يعني ايه يا ست خديجة؟ مش يعني ولا حاجة. ده رأي السيد أحمد عبد الجواد. مش هو اللي بيقول يا أمينة أنا ما خلفتش رجالة. عايز أحش الأب. مش انا والله. ها؟ انا يا بابا عجبك؟ ملح انجليزي جت للبلع. اصل عيشة وخديجة يا بابا ما بيعرفوش يعملوا حاجة ابدا. يعني لا صلاح للاحوال الا بعودة الست ام كمان. يا اخي ده تكنيلة. فين دي رجيلة بدي جوال مفهومية يوم؟ اهلا وسهلا. شوش لازم ام اولاد يرجع حالهم في البيت بتاعه. اتفضل استريح يا فندم. اتفضل استريح. شوش شنا بحضراتكم مش خوف انا. ما تهزقنيش قدام الاولاد. امان يا ربي امان. انت فاكر ايه؟ انت فاكر السبع بتاع قصر النيل ولا سلطان عبد الحميد؟ والله انا كان لازم اخنق حضراتكم قبل ينزل من بطن امه. متشكر يا فندم، كتر خيرك. والله بالله انا حضرتنا جيت هنا من شان اخطب خديجه وعيشة علشان خليل وابراهيم اولاد انا. تحت امرك يا فندم. دلوقتي كلام مع مين؟ انا انفع؟ طز. كتر خيرك يا فندم، كتر خيرك. بنات لازم اخطب من امه، امه مش موجود، لازم امه يجي حالا. اديني شوية وقت بس عشان افكر. يوك يوك تفكيرات يوك تفكيرات يوك. طيب يا فندم اتفضل. اتفضل يا اهل. اتفضل. جزال جزال حبيبي جزال. في امان يا ربي. في ادي غاز في قهوه. غاز بيت من غير امينه زي جنات من غير ملائكه. لازم امينه يرجع حالا. مفهوم؟ مفهوم يا فندم مفهوم. خديجه بوس ايد حماتك. ايشا بوس ايد حماتك. متشكر يا فندم، مع السلامه. مع السلامه. تمام. تعال هنا. تعال هنا. نعم يا بابا. بين ايدك. هات ايدك هنا. انت اللي حطيت جاز في القهوه؟ اقول الحق ولا تضربنيش. قول. انا عملت كده عشان ترجعني كده. طب تعال معايا بقى. معلش والنبي يا بابا.
سامحني. هات المراعي يا واد. مراعي ايه بس؟ مراعي يا بابا بس. هات المراعي. ما يستحملش مراعي. قلت هات المراعي. تعالى. اتفضل. اديله المراعي. مدوه اوام. معلش يا بابا. مش دعوه. يلا. بس دوية اخرجهم. امين انت بتعملي ايه يا بنتي؟ قاعده جنب الشباك يا امي. مستخسره فيا الكام يوم اللي هتقعديهم وياي؟ الولاد وبتشوفيهم. يبقى مزعلة نفسك ليه بس يا بنتي؟ صعبان عليا نفسي يا ماما. هانت عليك العشرة الطويلة دي كلها يا سيسي. دول 20 سنة يا ماما. هانوا عليه كده. كتر خيرك يا سيسي. خير يا سلطانة يا سلاطين المهنبية كلها. يسعد مساك يا حلو لنا يا جميل. ما جميل اللي محياك يا سلامة. انت ما سمعتيش الشيخ سلامة وهو بيقول اسأل النجوم شلوت عن ساري. يا اخي كلمني عربي. لا قول لي. نعم. صاحبك ماله كده اللي لازم؟ مش عارف، هو شايل طاجن سته من الصبح وهو قاعد صابر. طب سيبوني بقى وانا هجيبه لك نهواني. حلاوتك يا سلطان. وقف يا اسطى، استنى شويه. اتفضل يا شيخ متولى اوصلك. تشكر يا السيد احمد، مشواري قريب. من اين انت قادم؟ من ساعه حظ. اعوذ بالله من غضب الله، اتاتي من عند الغواني والعوالم وابنك الان في سيدنا الحسين؟ اقتدي به يا اخي، اقتدي به. فهمي كمال يا اخي، كمال. يخلصك كده يا سيدنا الحسين. نينا انطردت بسببك، وعشان انا يعني عايز ارجع نينا. انضرب. معلش. ايه يا واد اللي اخرك بره البيت لحد دلوقت؟ وايه اللي جابك هنا بالليل؟ رد. اقول الحق ولا تضربنيش؟ قول. انا جيت اسوق عليك الحسين عشان ترجعني. يا سلام، قد كده في عمر بينك وبين الحسين. تعال معايا. لطيفة هانم طلبت عيشة وخديجة لأولادها خليل وإبراهيم وأنا قبلت. أمرك يا سيسي، ربنا يخليك لنا ويطول لنا في عمرك يا رب. اطلعي. حاضر. اطلع يا اسطى. أمك يا أخويا، يعني أمك يا ابو السريط الاحمر يا اللي. يا بنت قومي طلي على الواد ابو السريط الاحمر يا بنت، الراجل حفي. يا نهارك اسود يا خديجه، اطل ازاي؟ انت نسيتي ان انا مخطوبه؟ امال الابصر ايه ده اللي اسمه الحب يا اختي اللي بتقولي عليه، ودموعك اللي كانت
كانت مغرقة المخدات ليل ونهار وسدت نفسك على الأكل يا بنت يا عائشة، كل ده انتهى خلاص؟ يعني كنت عايزاني أخلف أبويا يا خديجة؟ أهي جوازة. يا بنتي يا خديجة أنت اللي زي القمر. ها مش أحلى منك؟ قولي الحق. لا أحلى طبعًا. افتكرت. تعيد لي أمال يا ست عائشة، ما تنسيش إن هنعيش مع بعض في بيت واحد. والنبي شربت عليك يا خديجة. والنبي يا نينا إيه اللي هيكبر بخاطرك إن شاء الله يا ربي يا نينا. والنبي يا نينا عارفة أنا متهيألي إيه؟ إن خليل ده خدني كده فوق البيعة. يا بنتي ده أنت زي الشربات. إن شاء الله يخليكي يا نينا. يا خوفي يا نينا لكون قطع البيت العريس تذكرة ذهاب وإياب. إيه الكلام اللي بتتكلميه ده؟ مالك بتفولي كده؟ أهلاني بقى يا جدع، أدي بيت ألمانيا، 30 مليون، 30 مليون، أهلاني الأذنة، أهلاني الأذنة يا جدع، 30 مليون، أهلاني الأذنة. زغلول وعلي شعراوي وعبد العزيز فهمي راحوا دار المندوب السامر. يعملوا ايه؟ يباركوا الانجليز علشان كسبوا الحرب. يا راجل دول طلبوا رفع الحمايه والاستقلال التام. يعملوها، اصل سعد باشا طول عمره كان ناشف علينا. وهل هذا يعقل؟ الانجليز يخرجون من مصر؟ اللهم فرق شملهم كما مزقوا شال عمامتي. يا فار فار. لا ما انت يا مدريدش. ايه مش تعال هنا يا ادم خد. انا خلاص صممت انك تتجوز. ما ترد. ما دام حضرتك صممت مفيش مانع. هخطب لك بنت السيد عفه. مفيش مانع. ضفرها برقبتك. مفيش مانع. حوشت المهر؟ مفيش مانع. بقول لك حوشت المهر. احوش يا اخي جكنيله لسه هتحوش؟ امال بتودي مهيتك فين يا واد؟ تكونش بتخبص؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله من الخبص والخبصين. امال ايه عملتك السودة بتاعت امبارح؟ كان شيطان والمسامح كريم بقى يا بابا. طابور من وش؟ مفيش مانع. طيب انت الفرح. وانت مالك؟ مش انا اللي احدد ميعاد الفرح. لا مزيكا ولا مغنى ولا رقص ولا استجموا. خدوها راحه الليله دي. تصدق بالله انا لو بنتي عازبه كان فرحها يبقى هايص عن كده. قولوا اللي تقولوه. البيت ده ليه حرمته وتقاليده.
انا ما اسمحش هنا ابدا بالزيطه والخروج عن حدود الادب. اما عملت لك مقلب من السيد الوالد انها مقلب نظيف تمام. نظيف مقلب نظيف ما رضيش يجيب حد يغني في الفرح. يلا اتفقت لك مع جليلة العلمة تيجي تغني من وراه. ايه الباطس يا عمك؟ ايوه كده السيد. كنت بتقلس عليا عشان الشوكتيه هيبعتوا البنات يوضعوا عني. خلصين يا عم هبعت لك بنتك توضع عني. السيد هتبقى جدي يا ضنايا. واضح حسك في ناس كتير هنا الليل. كسوف هو انت يا اخويا وشك سوف؟ امال ما كنتش بتتكسف ليه لما كنت تشرب الويسكي في شبشب جليله؟ جاتك خيبه تبيعني انا عشان زبيده؟ جاتك حوسه جاتك دوسه؟ انت دبت في الطين بعد ما كنت في المهلبيه في الزبده السايحه؟ روقي شويه وتعالي كده للدار. انت مالكش دعوه خليه ينطق بعض مثل لسانه وتعالى هنا. ايوه انطق اعترف قول لي مين ملكه العوالم؟ جليله ولا زبيده؟ جليله. ومين سلطانه الطرب؟ جليله ولا زبيده؟ جليله طبعا. جليله طبعا. اطلع يا اللي تخاف ولا تغتشيش يا راجل يا دون يا دون الدون والنبي زي شربات التون. ابوه تعالى 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 يا يا سلام على تهيئة السكر يا سين. معقول ابوك كده؟ ده كده وكده وايه البعرب؟ امال انا طالع لمين يا ابني؟ وقار ابوك من صنف الشاي اللي احنا بنشربه. البعرب يا
سيدي مبروك. الله يبارك فيك. أهلا وسهلا. عريف اخويا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. لا احنا جايين نبارك لك كده على الماشي. لا ماشي ازاي؟ معلش معلش علينا قعده وقت ثاني. طيب اتفضل اتفضل. ايوه اتفضل. استلم. منشورات جديده؟ لا دي مش منشورات، دي توكيلات الوفد. همتك بقى في انك تمضي عليها اكبر عدد ممكن من الاهالي. يعني تفوت على خط خط. ايش يمضي ايش يختم ايش يبصم؟ يا سيدي سعد باشا واصحابه لما راحوا قبل السير وينجت سالهم ايه صفاتكم وايه الدليل على انكم بتمثلوا الامه؟ يا سلام. لازم تمضي عليها اكبر عدد ممكن من الاهالي، عاوزين نثبت لهم ان الوفد بيمثل الامه. ايوه الانجليز لازم يحسوا من اول لحظه ان الحمايه مرفوضه وان بقائه مستحيل. انا حمد لله ضاعت من الفجر. اسحل نفسك يا فهد، الجواسيس الايام دي كتير. ما تخافش يا ادهم. وانت مش عاوزين مني اي خدمه؟ انا مش شعب والشعب فوق كل حاجه. طول عمرك سبع يا حسن. تذاكر فوق السطوح زي عوايدك ليه؟ مفيش داعي. شايف يا فهمي اخواتك اتجوزوا وزينب اتجوزت ياسين وانا هفضل قاعده كده لامتى؟ انت لسه بتحبني يا فهمي؟ انا هستناك. هتستنيني كتير يا مريم. قدامك سنتين عقبال ما تبقى محامي. ولما هبقى محامي انا هتفرغ لقضيه بلدي. مصر محتاجه لكل دقيقه من وقتي وكل نقطه من دمي. وقبل الانجليز ما يخرجوا انا ماليش الحق في اي سعاده شخصيه يا مريم. يعني مش عايز تتجوز؟ يمكن يجي يوم تفهمين يا مريم. مش عايز افهم حاجه. لقد قبض على زعيمكم سعد زغلول عقابا له على مطالبته باستقلال مصر. سعد سعد يحيى سعد. سعد سعد يحيى سعد. أيها الإخوان إن شجرة الحرية لا تروى إلا إذا سقطت الدماء. نموت نموت وتحيا مصر. نموت نموت وتحيا مصر. يا بني مصر يا نار الثورة ونورها إن الإمبراطورية العاتية الإنجليز المنتصرون في الحرب يخافوكم ويرتعدون منكم هلعا وآية ذلك أنهم ينفون زعيمكم. أليس معنى هذا أنهم يهابون حقكم الأعزل؟ فلتعلموا أن سعدا لن يلقى مصير راضي. كل مصري هو سعد. إن مبادئ مصطفى كامل لم تدرك معه في الأسفار ولكنها حية في الصدور. اخرجوا من بلادنا. اخرجوا من بلادنا. اخرجوا من بلادنا. اخرجوا من بلادنا. نموت نموت ويحيى الوطن. نموت نموت ويحيى الوطن. تعيش مصر حرة مستقلة. 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 أنا أنصحكم بالابتعاد عن البوليتيك والسياسة. أنتم هنا عشان تدرسوا القانون. علمنا القانون أن نكون أحراراً. اتركوا السياسة لآبائكم. إن آباءنا قد سجنوا. ولن ندرس القانون في بلد يداس فيه القانون. فليحيى الإضراب. فليحيى الإضراب. تعيش مصر حرة مستقلة. 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 Oh,
المصريون إنني أصافحكم بقلبي وأضع يدي نيابة عن الأفراط في أيديكم لنتحد أمام الله ومن أجل مصر، فإن الاتحاد قوة. ها هي قلوبنا وصدورنا أمام سلاح الإنجليز يفتك بنا ما شاء لو فت، ولكنه لن يستطيع أبدا أن يفتك بمصر. قولوا معي، يحيى الهلال مع الصليب. سيدنا محمد بن عبد الله. أما بعد، احذروا الفتنة فإن الفتنة أشد من القتل. احذروا العدو الذي جاء إلى أرض الوطن كي يسلب حقوقنا ويغتصب أرضنا، ولكنه لن يستطيع ذلك أبدا، فإن الوطن وطننا والأرض أرضنا، دماؤنا فداؤها وأرواحنا ملك لها. دماء المسلم ودماء المسيحي، دماء المسلم ودماء المسيحي، لا بل دماء المصري. يحيى الهلال مع الصليب. يحيى الهلال مع الصليب. وها هي يد المسلم، أضعها في يد أخي المسيحي، لنتحد ولنكن روحا واحدة وكلمة واحدة في وطن واحد من أجل مصر. إنني أقف اليوم بينكم في هذا المكان المقدس الطاهر، ترفرف علينا أجنحة السلام والمحبة، روح محمد بن عبد الله وروح عيسى عليه السلام، لنضع صدورنا أمام أسلحة العدو ولنهتف جميعا يحيى الهلال مع الصليب. يحيى الهلال مع الصليب.
ينكد عليكم وعلى اثنينكم يا حواشي يا ولد الكلب. عايز ايه يا شملول؟ بعد اذنك يا بابا انا خارج. على فين يا سفاه؟ انا رايح المدرسه. انت عايزهم يصطادوك؟ قلت مفيش خروج لحد ما ينزع حضور من الحته دي. ربنا يزيحهم من هنا وينتقم منهم. قادر يا كريم؟ ما هو بالطريقه دي يا بابا هيفتكروني في المدرسه ان انا قلت يرفدوك حتى. قلت مفيش خروج يعني مفيش خروج. احنا مش ناقصينك يا سفاه. اعمل لنا فنجان زفت. حاضر يا سيسي امرك. واخد على الحبسه دي. ربنا يزحهم ولاد الحرام دول. اعملي لي فنجان زفت. بزياده زفت يا سيساي، ما انت شربت كتير. اسمعي الكلام يا وليه. الله. امرك يا سيساي. حاضر. سابق. حاضر يا سيساي. حاضر. توب علينا بقى يا رب من السجن ده. سعد باشا هو السبب كده اهو. ايوه هو اللي هيج البر. سعد باشا هو اللي صحانا يا زينب. صحانا ده ايه؟ والمصايب دي كلها والناس اللي بتموت بالالوفات في المظاهرات. دول بيموتوا في سبيل الحريه، بيموتوا علشان يشتروا لنا احنا الحياه. حكم. ما فكرتيش يا زينب تنزلي في المظاهرات علشان تشتري لنا الحياه؟ طبعا عشان تقعد انت في البيت. كده؟ طب روح اعمل القولة امشي. قولا. ايوه القولة. طيب يا اخويا. يلا امشي. انت هنا يا فهمي؟ تعالى يا سيدي اتفرج. تفتكر الانجليز هيطلعوا من مصر بالدعاء ولعب العيال ده؟ ولا هنحارب اللي غلبوا المانيا؟ لا هنحارب بالنبابيت ولا بجيشك العدمان؟ ده جيشك سردار انجليزي وكل شغلته انه يحرس الانجليز. ايوه بس انت ناسي سلاح مهم قوي. ايه هو؟ الايمان. ايماننا ببلدنا ده سلاح رهيب، سلاح فتاك، بس هيفتك بينا في الاخر مش بالانجليز. يا فهمي دمنا في الشوارع مغرق الارض. ايوه بس الارض ما بتشربش الدم. يا ريتها تشربه بدل ما تدوس رجلين الانجليز. خليها تدوسه عشان يصرخ. صرخه الدم هتتحول في صدر وصدرك لغضب، والغضب النهارده اذا كان هتاف وحجاره بكره هيتحول لرصاص ومدافع. لا يجي منك. مش بعيد تخطف في مدرسه ولا يمكن تقل عقلك وتخرج في مظاهره. بيحصل. اسمع فهمي، اذا كان الكلام ده جد انا هبلغ ابوك. مش هتقدر لانك هتيجي معايا من النهارده. ها فاضل شويه وتقول لي خش الجمعيه. لا دي فلتت منك خلاص. انا قلت لك هتندم. مش هندم ابدا. عبيط. انا اللي عبيط. انا نازل اذاكر. اصحاب العقول براحه. يا عزيز يا عزيز كفه تاخد لنجل.
عايز حاجة يا سيدي؟ تعال يا نور. نعم يا سيدي. تعال اقعد جنبي. طيب يا سيدي. ستي بتعمل ايه؟ تلعب كوتشينة معاكي كمان. طب ما تيجي احنا كمان نلعب استغماية. يوه حبيبي يا سيدي. غمى عينيك بس. لا يا سيدي. اسمعي بس الكلام. حبيبي يا سيدي. أنا فين يا نور؟ حبيبي يا سيدي. يا نور. حبيبي يا سيدي. حبيبي يا سيدي. يا سيدي يا سيدي يا لهوي الحقوني الحقوني يا سيدي يا المصيبه الحقوني الحقوني يا Stop! Where are you going? I go to my shop. All right, go! ياسين! الحمد لله اني لقيتك. خير؟ امك تعبانه ونفسها تشوفك. هتشوفني تهبب بيها ايه؟ ما تقولش كده يا ياسين، دي انت ضلها برضه. جوزها جاب لها حكيم؟ ثلاثة، ما لقوش منها رجع ابدا. كده؟ اه. طب يلا. أنا استريحت دلوقتي. أنت ردت لي روحي. بتحب أمك زي الأول يا ياسين؟ بحبها وبتمنى لها السلامة. تصحى قولي لها انا هفوت عليها بكره. متخليك قاعد يا سيدي، دي برضه امك. معلش خليكي معاها يمكن تعوز حاجه. حاضر. يا زينت الرجال. خلاص يا بابا انا هصالحها. لا انت هتطلعها النهارده، ابوها عايز كده. لكن انا عايز ابني يتربى بين امه وابوه. اخرس يا نجس يا ابو عنين زايله، انا ما اخسرش صاحبي علشان. خلاص امرك. لما انت عايز ابنك يتربى بين امه وابوه ما حافظتش على كرامه مراتك ليه؟ لكن ارجع واقول فيك دناه وطمك. أمي ماتت. إمتى؟ النهاردة. أنا كنت جاي أقول لك علشان يمكن تحب تمشي في الجنازة. لا
لا حول ولا قوة إلا بالله. دنيا الحلوة والخفيفة شاف ده يمه، قولي له يصانحني والنبي يمه. السيد هنشوفك امتى؟ نصيب. انت اتغيرت قوي يا السيد، كنت زمان بتيجي كل يوم، دلوقتي كل جمعة مرة لما نشوفك. اصل السهر دلوقتي خطر، انت مش سامعة ضرب النار في الشوارع؟ ضرب النار؟ ولا نارك انت اللي برد؟ ما تقوليش كده يا سلطانة، انا ما اقدرش استغنى عنك ابدا. برم الرجالة، تكونش راحت عليا زي جليلة. ما ترد. نصيب. انت مخاصمني؟ وانا اقدر يا سلطانة. الحلو مخاصمني شهدة يما، قولي له يصالحني والنبي يما. الحلو مخاصمني شهدة يما. انا من النهارده مش هسكت. اشتمني تناوتك وتناوت امك. معلش تعال روح دلوقتي، والصبح لما تفوق بقول له كل اللي انت عايزه. انا هقول له انك ظالم ومستبد، وان امي ضحيته ومراتي ضحيته. ايه يا بابا يا سيد؟ اعمل لي شكا. البلاوي اللي بتحدف علينا دي، ربنا يمتحن منكم يا شيخ. ايه اخويا ده؟ يا تعب. بس بقى بلا شاطر بلا بتاع، حاجه تكنم ما تحاسب انت اخر. بس ايه اطول؟ الله، ايه ده يا اخويا؟ ربنا ياخدكم من هنا. بلا يا تعب. لا حاسب. هنسيب بابا مش كده يا سين؟ سيب يستاهل، سيبه يقاسي مرة واحدة في حياته، طول عمره بيعذب فينا. طب روح انت، انا ما اقدرش اسيب بابا بالشكل ده واسكت. يا حبيبي يا بابا، يا حبيبي يا بابا. خد يا فهد دي شوكولاتة. ايه دي؟ جبتها منين؟ اخدتها من العساكر الانجليزي اللي تحت. ايه؟ اصل انا بقى حضرتهم معاهم. انت بتاخد هدايا من اعدائك يا كمال؟ رخص عليك. طب ودي فيها ايه؟ ما هي مريم كمان بتشاور لجولي وبيبعت لها معايا شوكولاته وجبنه وبسكويت. هي كمان مريم بتشاور لجوليان؟ يوه دول اصحاب قوي. مش معقول، انت كداب. وانا مالي؟ ما تسالها بقى. وفرت صباحك لجوليان والعساكر الانجليزي اللي انت صباحته. السلام عليكم. السلام عليكم.
انت عليك حي المنيره شارع شارع ولا يهمك. المنيره دي بتاعتنا. هغرقها منشورات وانزل على حي السيده. لا مؤاخذة، حي السيدة لعبتي وبكرة صلاة الجمعة. تعيش يا عم السيد الله يخليك يا بني. انت عليك شارع محمد علي والخزندار وشارع كلود بيه وعماد الدين ومسرح كشكش والماجستيك وكازم دي فريق. كفاية عليك المنشورات. ليه يا ابراهيم؟ انت مستقلني في نظرك؟ الانجليز مش هيخرجوا من مصر بالمنشورات يا ابراهيم. سخن علي انا، انا ادي لاخويا كمال الصغير مسدس. كل مصري لازم يشيل سلاحه. اسمعوا يا جماعه، احنا هنصبر لحد امتى؟ عينينا بيشوفوا تراب، اعراضنا بتندهش قدام عينينا. الاستقلال التام او الموت السعار. الاستقلال التام او الموت السعار. Hey, you, stop! Hey, come, come! Follow me! لا ولا حاجة بابا. الشنطة دي فيها ايه؟ دي فيها مسدسات وزخيرة. فهمي وشفت الكفره يدخلوا بيتي وينتهكوا حرمته والسبب مين انت؟ عرف انا؟ دي اول واخر مره هسمح لك فيها تشتغل في السياسه، فاهم؟ يا بابا اسكت ما تردش. انا ربيتك عشان تبقى راجل وتنفع نفسك. هي كلمه مش هتنيها. ابعد عن الجماعه دول بتوع يحيى الوطن والمنشورات. يا بابا المنشورات دي اللي بتحس الناس على حب الوطن. ولما يشنوك يا ريت تموت في سبيل الوطن. ربنا ما قالش ارموا نفسكم في التهلكه. لكن ربنا حس المؤمنين على الجهاد يا بابا. جهاد في سبيل الله، انت فاهم؟ الجهاد في سبيل الوطن هو جهاد في سبيل الله لانه جهاد شريف. ما تردش. انت عايز تفضحني في السوق؟ عايزهم يقولوا عبد الجواد ما عرفش يربي ابنه؟ هو حكم لازم تنفذه. اقسم على القران ده انك تقطع كل صله بينك وبين زملائك، فاهم؟ ما اقدرش. انت بتخرج عن طوعي يا كلب؟ تعال هنا اقسم. ما اقدرش احنس بيمين، ما اقدرش اتخلى عن زملائي وعن وطني. انت عايز تموت؟ عايز تموت؟ انا مش افضل من اللي ماتوا يا بابا. انا مش افضل من الشهداء اللي راحوا. حضرتك شفت جنازات الشهداء وهي ماشيه وكل الناس بتهتف وراها يحيى مصر. حتى اهالي الشهداء نفسهم بيهتفوا برضه ورا الجنازه يحيى مصر. انت نفسك هتفت ورا الجنازه مره يحيى مصر. انا واثق في وطنيتك يا بابا. انا واثق في حبك لوطنك. انا واثق في حبك لمصر. ما تخافش عليا يا بابا.
ما تخافش لأن الأعمار بيد الله. أطلب منك تسامحيني، أنا مديون لك بحياتي يا مريم. أنت أخويا يا فهد، وكل أخ بيضرب أخته. أصل أنا في الحقيقة كنت متغاظ منك. صحيح أنا كنت غلطانة، لكن وحياتك أنت ما هعمل كده تاني. أنا قريت المنشورات اللي في الشنطة وتعلمت منها حاجات كتير. كلنا بنعمل حاجات غلط وبنندم عليها، كلنا بنضعف. انت لا يا فهد. اذا كنت مغشوشه فيا يا مريم خلينا اتكلم عن نفسي بصراحه. انا وانا بوزع المنشورات قلبي وقف من الخوف، كنت برميها واجري زي العيال الصغيرين. وانا في المظاهرات مرات كتيره او استخبيت وهربت، لكن زمايلي كانوا بيقابلوا الرصاص وصدرهم مفتوح يا مريم. انت بتقول كده بس عشان تخفف عني. صحيح يا زغلول، صحيح يا زغلول، افرجوا عنه يا مريم. صحيح يا فهد، صحيح، ما انت سامعه. مبروك يا فهد. الله يبارك فيك يا مريم. يحيى سعد. مش خايف ده المرحوم والدك يزعل؟ يزعل يزعل، هو حر. سعد بقى شابونا كلنا. فليحيى سعد. اشرب شربات تدير فلوس في صحة سعد باشا. سكر ابن هاجم بالافراج عن سعد باشا. لا اديله اربعة. واجب يا معلم. انا عايزك تشوفني حجاب دلوقتي، فاهم ابني؟ بيخاطر بنفسه، عامل لي ساهي وهو داهيه مسيحه. يحيى سعد. ايه؟ الانجليز وقفوا على مظاهرة سلمية. كده كده فهمي. انا حطيت اسمك ضمن لجنة المظاهرات، عايزينها مظاهرة عظيمة تثبت للأجانب وللعالم كله إن كل طبقات الأمة مشتركة في الثورة. يلا قولوا معانا. يحيى سعد. من اللي حصل ومش قادر اوريك وشي تاني. وانا كمان. ايه ده اللي انت عملته ده؟ معلش، ما كنتش واعي من فرحتي بسعد باشا. انت زعلت يا مريم؟ يا سلام لو يقبضوا على سعد باشا ويفرجوا عنه تاني. هتاخدها حلوانه في حلوانه. معلش يا ستي، ربنا يصبرنا. انا عارفه انك تقدر تصبر وتستحمل، ده انت مجاهد يا فهد. مجاهد؟ كنت عايز ابقى مجاهد علشان اعوض ضعفي القديم، علشان انتقم لابويا اللي شال التراب ولابن الفولي وللشهداء كلهم. يا خساره المعركه خلصت بدري. احنا خلاص اصطلحنا مع الانجليز؟ بيقول ان هم هيتفاهموا معانا وعلشان كده سمحوا لنا بمظاهره سلميه بكره. المظاهره دي هيكون فيها بنات؟ افتكر كده. اشوفك هناك؟ اشوفك هناك ونهتف سوا تحيا مصر. من قلبنا. من كل قلبنا يا مريم.
اشوف وشك بخير. مع السلامه. طلبنا بقى يا جماعه ولا ايه؟ انا بوضب لك اهو. والله يا اخوانا انا ضميري بيأنبني عشان ما مشيناش في المظاهره. الليله هنحتفل بالافراج عن سعد عند زبيده. المنكر اهو سبقوني انت. السلام عليكم. على السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. تعال هنا يا سيدنا الشيخ. انت هتاخد البن كده من غير ما تديني الحجاب. لا مؤاخذه لا تؤاخذني. اتفضل. ربنا هيحرس لك فهم ان شاء الله. ويزيل عنه كل سوء. سلام عليكم. ألف خيرك. سلام عليكم. مع السلامة. الله يسلمك. سلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. والله إحنا مهمتنا صعبة جدا. خير؟ في إيه؟ ربنا يلهمك الصبر. صبر؟ على ايه؟ اتفضل. اخونا المجاهد فهمي استشهد في المظاهره. فهمي ابني؟ ايوه. خدعونا وضربونا بالنار. وفهمي اشوفه فين؟ في القصر العين. اروح اشوفه. ابنك مستحرم. ابنك معاه 13 شهيد وهيخرجوا مع بعض بكره الساعه 3. وابني ما يخرجش من بيته. سيبوني اشوفه. ده مش ابنك انت لوحدك. ابن مصر كلها ولازم مصر تودعه. شد حيلك. شد حيلك.
فهمي مات يا أمينة، قتلوه للجليل. فهمي! مش عايز تموت، مش عايز تموت يا أمينة. لم يكن موت فهمي نهاية الكفاح، فإن دماءه الطاهرة كانت وقودا للشعب، أمدته بالقوة والإصرار على مواصلة الكفاح حتى يحقق كل الأهداف.